تحية طيبة مشاهدينا الكرام من جديد، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم. نبدأه من أبرز الأخبار في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم. خادم الحرمين الشريفين يستقبل وفدا من مجموعة إلدرز الشيوخ، وتقنية بالرياض تبدأ تنفيذ الخطة الجديدة لتخصص الطاقة المتجددة، ورياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال ووسط المملكة. مشاهدينا بإذن الله سوف أناقش معكم مواضيع عديدة ومهمة كانت أبرز ما حدث في المملكة العربية السعودية وخلال يومين. تلك المواضيع التي سوف أناقشها كالتالي: بداية، الإسكان والعقار يطلقان خدمة تمويل المتقاعدين وبالشراكة مع المؤسسة العامة للتقاعد ودار التمليك، وبائع الكليجة يثير جدل في السعودية بسبب وسامته. تحية طيبة مشاهدينا الكرام من جديد. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله عددا من الأوامر الملكية تضمنت ما يلي: إعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير الجوف من منصبه بناء على طلبه، وتعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أميرا لمنطقة الجوف بمرتبة وزير، تعيين الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود مستشارا لخادم الحرمين الشريفين، تعيين الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير، وتعيين الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب لأمير منطقة حائل، وتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي. الموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني. تعيين الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي برتبة وزير، وإنهاء خدمات الفريق الأول الركن عبد الرحمن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان وأي حالته للتقاعد. يرقى الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن ويعين رئيسا لهيئة الأركان العامة. إنهاء خدمات الفريق الركن محمد بن عوض صحيم قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته للتقاعد. إعفاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات البرية من منصبه ويعين قائدا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن. ترقية لواء ركن مطلق بن سالم الأزيمة لرتبة فريق ركن ويعين نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة. ترقية لواء ركن جار الله بن محمد العلوي إلى رتبة فريق ركن وتعينه قائدا لقوة الصواريخ الاستراتيجية. وترقية لواء الركن فهد بن عبد الله المطير إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات البرية. ترقية لواء الركن مزيد بن سليمان العمري إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا لقوات الدفاع الجوي. ترقية لواء طيار الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات الجوية. تعيين عبد الرحمن بن صالح البنيان مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن. تعيين الدكتور خالد بن حسين بياري مساعدا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة. إعفاء الدكتور أحمد بن محمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه وإعفاءه من عضوية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. تعيين الأمير الدكتور بنزر بن عبد الله المشاري آل سعود مساعدا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الأستاذ حمد بن خلف الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه. تعيين محمد بن مهنا المهنا وكيلا لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس إبراهيم السلطان مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الأستاذ أحمد قطان وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية.
في إطار حرص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية على إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لكافة الشرائح المسجلة في قوائم الانتظار، تم في مدينة الرياض توقيع اتفاقية مشتركة بين وزارة الإسكان وصندوق العقاري والمؤسسة العامة للتقاعد وشركة دار التمليك، وذلك بهدف تمويل موظفي الدولة المتقاعدين من المدنيين والعسكريين أو ممن هم على رأس العمل حاليا وقاربوا من سن التقاعد الذين صدرت أسماءهم لدى الصندوق. وهذا وتعتبر هذه الخدمة جديدة ضمن برنامج القرض العقاري التمويل المدعوم لتمويل المستفيدين المتقاعدين حتى سن 50 عاما. مشاهدينا، والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف ومن الرياض الأستاذ خالد المبيض الخبير العقاري والمدير العام لشركة بصمة. يلا حيا أستاذ خالد، الله يحييك في برنامج الوطن اليوم. بداية لما نتكلم عن السوق العقاري في المملكة، واللي مثل ما تعرف الحين هو يعني يشهد حالة من الركود، هذا القرار إلى أي مدى سوف يساهم في نشاط وحركة السوق العقاري في المملكة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما تعلمين ويعلم المشاهد الكريم ان هناك حوالي اكثر من 1,500,000 بين متقدم لصندوق التنميه العقاري وبين متقدم للقرض المدعوم من قبل وزاره الاسكان. طبعا هذا يعطيك انطباع ان هناك طلب حقيقي ينتظر الفرصه المواتيه لكي يشتري المسكن. طبعا هذا الامر باعتقادي الشخصي انه بعيد عن حالة الركود الموجودة في السوق، لأنه هذا حالة طلب حقيقي للرغبة في السكن. حالة إيش أستاذ خالد؟ بس أوضح لي أسباب الركود العقاري اللي الحين موجود وشو له؟ الركود أي الركود العقاري هذا طبعا أمر طبيعي، لو هذا طبعا هي دورة اقتصادية تمر بحالة يعني تمر فيها حالات وهذه الحالة تمر بها اقتصاديات عالمية، يعني مرت على امريكا ومرت على دول اوروبا في السابق. طبعا هذا امر طبيعي لانه هذه فتره التصحيح. ولكن نحن اليوم نتكلم عن الحاجه الملحه للسكن. هناك حوالي 1,500,000 متقدم محتاجين للسكن ينتظرون التمويل المناسب، وهذا الامر الحقيقه اعتقد انه هو اللي سيكون له دور اساسي في تحقيق الطلب او تنفيذ الطلب على الوحدات السكنيه خلال الفتره القادمه. نعم، طيب استاذ خالد، الحين طبعا القرار اللي هو اطلاق الاسكان وصندوق التنميه العقاريه لخدمه تمويل المتقاعدين، برايك ما هي اليه السداد لهذا المتقاعد، خاصه يعني عندما يكون هو متقاعد اساسا ويخصم جزء كبير من راتبه؟ طبعا هذا سؤال مهم جدا. نحن الحقيقة يعني متشوقون لمعرفة أكثر تفاصيل من قبل شركة دار التمويل أو عفوا دار التمليك. دار التمليك لها تجربة سابقة في إطلاق منتج مع مؤسسة العمل التقاعد تمويل المتقاعدين وتمويل موظفين الحكومة، وكان الحقيقة منتج جيد جدا لأنه كان منخفض الفائدة وطويل عدد سنوات او بعدد سنوات اطول لتمويل المتقاعدين. طبعا كلنا يعلم ان القطاع الخاص او البنوك تحدد موعد او تحدد سنوات يعني محدوده للمتقاعدين. صحيح. ولكن دار التمليك طبعا مع مؤسسه العمل للتقاعد خرجت بمنتج اعتقد جيد، فانا انا انا اتامل ان يكون الاتفاقيه التي وقعت من قبل وزاره الاسكان ودار التمليك ان تكون بنفس الشروط والاشتراطات الايجابيه التي ستخدم اعتقد هذه الشريحه وهي شريحه المتقاعدين. نعم، طيب استاذ خالد، اليوم عندما يعني نشهد ما يتم بناءه اليوم، بدا الاتجاه لشيء جديد الا وهي التاون هاوس او الشقق السكنيه، والتي اصبحت ملائمه للعوائل او من يبدا يعني حياته، وتغير هذا النمط عن السابق، موضوع الفلل السكنية والقصور الضخمة التي كان يسكنها ويقطنها السعوديون. هذا الموضوع هل سوف يكون له تأثير على أسعار العقارات والشقق وأيضا ما يعرف بالتاون هاوس أو الدوبلكس في المستقبل؟
والله اسمحي لي اولا اشكرك على هذا السؤال، لانه فعلا هذا السؤال مهم جدا، لانه هو حديث الان الساعه. نحن نتكلم عن ما يسمى ب مساكن المرحله، وهي ان يجب ان يتم توفير مساكن لجميع مراحل الفئات العمريه للشباب. للاسف الشديد مثل ما ذكرتي في السابق، كان معظم المنازل هي عباره عن فلل موجهة للعوائل المتوسطة والكبيرة. طبعا هذه تقلل فرصة الشباب للتملك منزل، سيما أن الشاب لا يحتاج إلى هذا الحجم من في خلال فترة بداية يعني تكوينه للأسرة. فيجب أن يكون هناك منتجات سكنية موجهة لهذه المرحلة أو لهذه الفئة من الشباب. هذا ما كنا نطالب فيه في السابق، والحمد لله الآن يعني اصبح اذا نسمع ان هناك بعض المطورين بداوا يستوعبوا هذا الامر، وبداوا ايضا في اطلاق بعض المشاريع الموجهه لهذه الفئه، فئه الشباب طبعا بمختلف المستويات. هناك طبعا تاون هاوس مثل ما ذكرتي منخفضه الكلفه، وهناك ايضا مرتفعه الكلفه، ولكن نعم تبقى هي تخدم هذه الفئه. نعم، أنا أكيد سعيدة اليوم باستضافتك وبوجودك معي في برنامج الوطن اليوم من الرياض، الأستاذ خالد المبيض الخبير العقاري والمدير العام لشركة بصمة العقارية، شكرا جزيلا لك. أثارت مقاطع فيديو لشاب في السعودية يبيع حلويات الكليجة بمهرجان الجنادرية، أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. أسامة الشاب جعلته يصبح هدفا للتصوير من زائري وزائرات المهرجان، الأمر الذي دفعه لوضع لافتة يطالب المشترين بعدم تصويره إلا بعد الشراء. بداية مشاهدينا الكرام، فعليا لاحظت أنا يعني خلال اليومين الماضيين أنا ادخل انستغرام اشوف ما شاء الله الشاب بائع الكليجة المملوح، ادخل سناب نفس الشيء، ادخل تويتر نفس الشيء، الشغل الشاغل وحديث الشارع هو كان عن جمال هذا الشاب. خلونا بداية قبل ان نناقش هذا الموضوع خلونا نستعرض بعض التغريدات. خلونا بداية تغريدة تمين، خلينا نشوف تغريدة جمال. جمال وش قال؟ يا جماعة الخير، يا مسلمين يا عرب، انتم تشوفون اللي يشوفه وجرى الناس وش صار بعربنا الحريم، ما عاد يستحن ولا ينتخن، كيف يا عرب يتحرشن برجل؟ عيني عينك، والرجل متضايق ومستحي وحريم خلق الله ما يعرفن الحياة، وش اللي صار وش اللي جرى؟ ليه يا ناس كل هذا؟ للأسف طبعا يعني شيء مخزي، وأنا معاك بالجزئية هذه. خلينا نشوف تغريدة لعبد الله. عبد الله هذا المملوح، خلينا نشوف تغريدة عبد الله عقب نشوف كل ابونا مع بعض المملوح. معاكم بايع شاي على الجمر وشاعر كمان، يا سلام ما شاء الله عليه. زين، تغريدة ايضا اخرى ل إلبو، هالادمي اخترق قلبي والحمد لله، وحاطه اكيد تغريدة الجميل والمملوح. طيب خلينا نشوف كلنا هالحين مع بعض فيديو الشاب الجميل مع بعض على الشاشة، وينضم لنا أكيد الآن عبر الهاتف من الرياض الباحث الاجتماعي دكتور عبد الله الحمود. هلا ومسهلا أستاذ عبد الله، يلا حيا الله حيك في برنامج الوطن اليوم. إيش رأيك باللي قاعد يصير؟ يعني أنا اللي قاعد أشوفه صراحة موضوع غريب عجيب. الحين اللي أنا أعرفه أن الشاب هو اللي يتحرش بالبنية واللي هو يبدي إعجابه، الحين شيء جديد وغريب علينا، غريب بالمجمل، الحين البنات هم اللي يتحرشن بالرجاجيل ويعني يضايقونه، ويعني يعني سووا هاشتاجات كبيرة على شخص فقط علشان وسيم، وش اللي قاعد يصير؟ دكتور عبد الله انت معايا؟ مساء الخير، انا معك، تفضلي. يلا حيا. كنت قاعده اتكلم عن تغير بالعادات والتقاليد والمفهوم في مجتمعنا الحالي، وهو تغزل، يعني السالفه انقلبت. في السابق الرجاجيل هم اللي يتغزلون بالبنيات، الحين البنيات هم اللي يتغزلون بالرجاجيل. تعليقك. والله تعليقي اولا يعني هذه ليست ظاهره حتى تستحق حقيقه التعليق بمفهوم علمي، لكن انا اقول انه الرجل
هو اتضح انه رجل اعمال ورجل ايضا يشكر ويقدر في جهوده بحكم انه وظف حسب كلامه عبر قنوات التواصل الاجتماعي اللي وظف قرابه 20 شاب سعودي معه في العمل في تصنيع كافه الاطعمه الشعبيات. لكن مساله ما حدث من بعض الفتيات هداهم الله ما يسمى بالهوس، هذا هوس اعتقد انه الله هذا وسيم وغير وسيم. لا، هذا رجل اعمال وبايع، الله حباه بشكل بتميز وسامه، لا يعني حقيقه اني انا اذهب الى محل يعني متجر لاجل ان اقتني واشتري بعض الحاجيات واتجه الى يعني اتجاه اخر وهو انني اتغزل او اتنظر في هذا او ذاك الشخص. زين، طب اول شيء احنا اليوم مش بصدد ان احنا يعني نناقش حاله الرجل الاجتماعيه ولا عمله ولا جهوده في توظيف الاشخاص السعوديين، ومشكور على الشيء هذا. احنا اليوم مش هذا موضوع نقاشنا، انا موضوع نقاشي معاك دكتور الحين التغير اللي حاصل ودور مواقع التواصل الاجتماعي اللي قاعدين احنا فعليا نشوف شيء كان غريب علينا، وانا عشان كذا اليوم حابه اني اناقش الموضوع هذا معك. تفضل. طبعا فيما يتعلق بالتحول، طبعا لا شك يعني هناك تحول الآن يعني سلوكي كبير في المجتمع العربي عامة طبعا، والمجتمع السعودي على وجه الخصوص، وأيضا الخليج على وجه الخصوص. طبعا هناك تغير في السلوكيات، هناك يعني تحول كبير أيضا في عملية الاستقلالية الشخصية، أيضا ظهور يعني ثقافات جديدة لم تعتد عليها المجتمعات أو المجتمع السعودي. فهذه طبعا حقيقة شيء لافت للنظر، قد يعبر عنه البعض أنه معيب، وقد يعبر عنه البعض الآخر أنه شيء اعتيادي. نعم. من وجهة نظري أنه قد يعني يكون قريب للاعتيادي، ولكن لا يمكن أو لا يجوز حقيقة أن نصل إلى مرحلة أو ما يسمى بالتغزل أو بعملية المحادثة مع من هو غريب جدا. صحيح. لكن من خلال أن أتعامل معها أو أتعامل مع هذا الشخص أو تلك السيدة أو تلك الفتاة بتعامل يعني إنساني أو بتعامل مثلا معرفي مبدئي أو بتعامل تجاري، هذا لا شك يعني أمر طبيعي. لكن عملية أن تصل لمرحلة ما يسمى بالمغازلة والتغزل، هذا الشيء طبعا يعني غير مقبول حتى في المجتمعات المتفتحة أكثر. نعم، طيب دكتور عبد الله، دور المنزل والأسرة والتربية اليوم في الحفاظ على بناتنا وأبنائنا من مثل هذه التصرفات، أنت ذكرت جزئية مرة مهمة وهي اللي ما تعتبر ظاهرة لكن تعتبر شاذة ودخيلة على مجتمعاتنا، تفضل. وطبعا لا شك اليوم حقيقة يعني السياسة التربوية اختلفت عن الأمس. اليوم السياسة التربوية أضحى الإعلام طاغيا على نهج التربية بشكل كبير، أصبحت الأسرة أو قائد الأسرة يصعب حقيقة أن يتحكم في أفراد أسرته. لماذا؟ لأنه تحول من مجتمع صغير إلى مجتمع كبير، مجتمع حقيقة واسع، مجتمع مخترق من الناحية الإعلامية سواء عبر الهواتف الذكية، أجهزة التلفزيون، الراديو، أي وسيلة أخرى فضائية. أصبح هناك اختراق للأسرة الواحدة، لم تعد الأسرة كالأمس ممكن السيطرة عليها، ممكن توجيه الأبناء أو البنات، لا. فلذلك الآن نقول الهادي الله هو شيء، ومن ثم يجب حقيقة أن تقدم الأسرة بعض الإرشادات وبعض النصائح. نعم. من وقت إلى آخر، أنه ترى هناك خطورة لهذا الأمر أو ذاك الأمر. نعم، وأيضا يعني مراقبة الأبناء والفتيات ومراقبة ما يقومون به يعني في ظل غياب وجود الوالد أو حتى الوالدة. عموما أنا أكيد أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم من الرياض، الباحث الاجتماعي دكتور عبد الله الحمود، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام نذهب لهذا الفاصل القصير، وبعد الفاصل نتابع الوطن اليوم. تحية طيبة مشاهدينا الكرام من جديد إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم. نتوقف الآن وإياكم مع هذه التغريدات وفق اتفاقية التعاون مع حساب موجز الأخبار السعودي الإخباري شايب، وفيها: حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية مسكوا 22 مهرب أثناء محاولتهم تهريب أكثر من طن من الحشيش المخدر. هيئة الغذاء والدواء تلغي تسجيل 4 مستحضرات تحتوي على المادة الفعالة.
وإخلاء 4 مدارس بمحافظة الجبيل بسبب تسرب مياه المطر وما في إصابات، وزيارة الأمير بندر بن سلطان لمركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي. استمرت الزيارة 12 ساعة، تم فيها تقديم عدد من الإيجازات لسموه، ثم قام بإلقاء محاضرة تاريخية في السياسة والأمن لمدة 4 ساعات. والبيئة تؤكد سلامة الألبان في المملكة وتؤكد أن المعلومات المتداولة لا تنطبق على الممارسات المعتمدة. للإبل مكانة مرموقة عند سكان السعودية، ولا يزال لها من ذلك الحظ الوفير عند الكثير من الناس في العصر الحاضر، خاصة لدى من امتهنوا تربية الإبل والاهتمام بها، وأصبحت ألبانها مصدر رزق لهم تحتل مكانة أساسية في حياتهم. فأصبح حليب النوق يباع على البسطات في الطرقات والأماكن العامة لما يحتويه هذا الحليب على فوائد كثيرة. زاد الإقبال عليه من عامة الناس لما يحتويه على جميع مشتقات وعناصر حليب الأم التي تساعد على نمو الجسم وتمده بالقوة. بيب بيب يا حليب، قرب ودوق حليب النوق، ما زاد بدون مواد حافظة ولا حتى قيمة مضافة. يا ولد قرب حليب يا حليب. أبو محمود من عاداته اليومية أن يقضي جل ساعات نهاره بين حظائر الإبل للعناية بها وإطعامها وحلبها، فقد عاش عند الإبل ما يقارب 40 عاما، ورث تربيتها عن والده وأجداده، وكبر على حبها وترعرع في أحضان حظائرها والتي أصبح حليبها مصدر رزق له، فضلا عن كونه يعتبر هو الأقرب لحليب الأم كونه يحتوي على جميع المشتقات التي يجب توفرها في الغذاء. يعني كم يوم كده الأسبوع عشان كده؟ ما في طازة، ما في عندنا كم يوم. لا لا مو الحليب. يعني توهم مولدات والله. أيوة توهم مولدات. أيوة. يعني مرض السرطان المزمن إذا كانت عودت على شراب مع البول، اللبن مع البول، البول الأبكار المضاقة ولادة حتى يعني ما جاها موطها البعير. تكون منه من الصباح بدري. حاجه كده يعني حاجه بسيطه كده في الحليب ده ان شاء الله باذن الله تعالى بيزيل مرض السرطان ومرض السكري، يعني ما في اقوى منه، ما في سبحان الله تعالى. حليب الام بيجي نفس الاشياء اللي هو بيجي جميع الفوائد والعلاج للابن الطفل الصغير هذا اللي بيجي فيه. الابل نفس الشيء، النياق اللي بياخذها بالذات اللي تكون توها والده بيجي طعم خاص بالحليب ومميز ويجي فيها حلا سبحان الله. اتجه كثير من أصحاب الإبل في استثمار رغبة السواد الأعظم من الزبائن في الحصول على حليب طازج في اختيار مواقع على الطرق السريعة لتقديم كمية من الحليب لمن يفضلون تناول تلك النوعية. أصبح اليوم من المشاريع التي يحرص الكثيرون على إقامة بسطات في الهواء الطلق لبيع الحليب في أواني أو أكياس مخصصة لهذا الغرض. النبي عليه الصلاة والسلام حث ناس اشتروا أجواء المدينة، أي أصابهم المرض، فقال لهم الحقوا بإبل الصدقة اشربوا من ألبانها وأبوالها فإنه شفاء، فلحقوا وشربوا واصطحوا. جمال معروفة من زمان حليبها فيها فوائد، حتى اليوم أنا جيت والله أن داقها مشوار من بعيد، والله أخذت عشان موصل من الدكتور لأن عندي الله يكرمكم جرثومة معدة وكذا، فموصلنا هذا الشاب لأنه فيها فوائد كثيرة كمان للجسم وللمعدة التصفية، فشيء طيب يعني حد مننا أخذه والله. أصبح أصحاب تلك البسطات يروجون للزبائن لشراء الحليب الذي يتميز بطعمه ومذاقه الجيد لاعتمادهم في تغذية إبلهم على الأشجار والأعشاب الطبيعية، بحيث أصبح حضور الحليب بشكل يومي على مائدة بعض الأسر السعودية. يحرص الكثير من المواطنين على شرب الحليب طازجا، والبعض الآخر يعمل على غليه وتعقيمه، ولكن كثير منهم يفضل شربه دون ذلك للحفاظ على مذاقه والذي عادة ما يكون حلو المذاق ولاذع في نفس الوقت. يا سلام يا مصباح، الأخبار الآن جدة. على فكرة لا يغركم يا من مصباح قاعد يشرب حليب النوق، ترى يومين هو ما كلمنا وغايب، ما بقول لكم وش اللي صار فيه، يعني خلي انتوا احلموا، انتوا اساسا توقعوا وش اللي صار اليمن بعد المقطع هذا. عموما
خلونا الحين نشوف أبرز التغريدات أو أبرز ما جاء في صحف المملكة لهذا اليوم. نبدأ من صحيفة عكاظ التي عنونت: الصحة هي الأولى في الإمداد بين القطاعات الصحية المشاركة في آفد 2018. وفي التفاصيل مشاهدينا، حصلت الصحة ممثلة في وكالة الإمداد والشؤون الهندسية على المرتبة الأولى بين القطاعات الصحية عامة والمرتبة السادسة بعد القطاعات العسكرية من حيث البنود عبر تطبيق معرض آفد 2018 الذي انطلقت فعاليته أمس الأول بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات. وتقوم الصحة بتقديم تجربتها في مجال دعم الصناعة الوطنية للمستلزمات الطبية وكذلك الإرشادات الطبية للمشاركين في المعرض والزوار، إضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة التثقيفية في الصحة والتعريف بدورها في مجال المشاركة المجتمعية. وإلى صحيفة جزيرة التي عنونت 100 ألف مستفيد ومستفيدة من مشروع محمد بن سلمان الخيري. وفي تفاصيل الخبر، بلغ دعم سمو الأمير محمد بن سلمان لمشروعه الخيري لجمعيات الخيرية 100 مليون ريال، شملت 70 جمعية في جميع مناطق المملكة. وركز المشروع في دعمه على دراسة وتقييم برامج الجمعيات ومدى المنفعة المتحققة للمستفيدين، سواء عبر الدعم المباشر المتمثل في المساعدات المالية وتوفير الأجهزة والعلاج وغيرها، أو من خلال البرامج ذات الطابع المستدام مثل الدورات التدريبية والتأهيلية للأيتام وذوي الإعاقة وأبناء الأسر المحتاجة والأرامل والمطلقات لتمكينهم من دخول سوق العمل وإيجاد مصادر دخل. وإلى صحيفة الرياض التي عنونت: إدانة مخالفين في قضية موبايلي وإلزامهم بدفع 312 مليون ريال. في سياق الخبر مشاهدينا، أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من الهيئة ضد مخالفة لنظام السوق ولوائحه التنفيذية في قضية موبايلي، ووصل مجموع الغرامات المالية عليهم مبلغ 312 مليون ريال. وتضمنت المخالفات قيامهم بالإفصاح عن معلومات داخلية متعلقة بسهم شركة اتحاد الاتصالات موبايلي وتداول على السهم. مشاهدينا، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي الوطني، ونشوفكم إن شاء الله بكرة. مع السلامة.